أهلا بكم مشاهدينا الكرام. رياض محرز الغائب الأبرز أو اللاعب الذي يتوجه عن الغياب أو اللاعب الذي يريد الاعتزال دون أي سابق للدار. هذه أسئلة كثيرة والأجوبة شبه منعدمة. رياض محرز حب من حب وكره من كره، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري بالأرقام والإحصائيات. قدم الكثير سواء داخل الميدان أو خارجه، وهذا لا يكره الجهل. رياض محرز هو قائد المنتخب الوطني وقدوة لدى الكثيرين، خاصة وأنه انطلق من عدم وصنع لنفسه اسما عالميا. لكن ماذا يحدث مع رياض محرز الذي تراجع مستواه بكثير سواء مع المنتخب في الآونة الأخيرة؟ صحيح رياض محرز من بين اللاعبين الذين لا يتحملون كثيرا الضغط، شخصيته جياره، وهذا ما لاحظناه بعد العوده من كوت ديفوار. قالها اقول بصريحه العباره انه سياتي جيل جديد ويصنعون اياما زاهيه للمنتخب، وكانه اقصى نفسه بنفسه. محرز هو قائد وعليه ان يتحمل الضغط والانتقاد والخيبات والافراح، لان دوره كقائد أن يبعد الضغط عن زملائه ويتحمله هو. لكن محرز حسب التقارير الإعلامية منها محلية وفرنسية أنه طلب الإعفاء من طرابلس شهر مارس، وتحدث مع المدرب بيتكوفيتش وشرح له أسباب هذا الطلب. قد يريد مهلة للتفكير أو أخذ قسط من الراحة أو ترك فرصة للاعبين آخرين الذين ينشطون في نفس المكان أو في نفس المنصب، أو جعل المجموعة تتحرر بدونه، أو أنه علم قد يجلس على كرسي الاحتياط لذلك تجنب هذا الأمر. المهم والأهم أن المنتخب لا زال في حاجة لرياض محرز، ورياض محرز لا يزال بحاجة إلى المنتخب. قد تكون قضية وقت ويعود مجددا إلى أحضان المنتخب، ولنتمنى فقط أن يعاد سيناريو مطمور وبالحاج الذين خرجوا من بيت الخضر دون سابق إنذار. بهذا انتهى موضوع اليوم. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.